هالليلة كوني لطيفة ومحترمة وابسطي لفخامة السلطان. كل البنات بيتمنوا يكونوا مكانك بهي الليلة. فكري بهي الليلة وبس، ومو أكتر من هيك. وطبعاً إذا انبسط منك فخامة السلطان رح يغمرك بالهدايا. وفي شغلة تانية، السلطانة ناهد دوران هي مرته الوحيدة، وكل ليلة خميس بتقضيها معه. ليش يوم الخميس؟ هيك العادة. الخميس ليلة الجمعة تعتبر ليلة من الليالي المقدسة، وإذا صاروا حملت بيكون المولود يلي بده يجي لفخامة السلطان مولود مبارك ألكساندرا. ونحن اليوم شو يا ترى؟ الأربعاء. أول شغلة بتعمليها بس فتي على الغرفة بتنحني وبتبوسي عباية السلطان، وممنوع عليكي تماما يا ألكساندرا إنك تحكي بصوت عالي أو تضحكي بصوت عالي، فهمانة؟ إيه بعرف، ممنوع. إيه لا تتوتري، خليكي هادي ألكساندرا. ألكساندرا، 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 سمعتيني؟ سليمان، رح نادي الحكيم. استنى، لا تتركني أبدا، ما قدرت أتحمل لأنه هاللحظة عم بستناها من زمان. جاريتك ألكساندرا، الكمان حلو كتير. هذا إبراهيم اللي عم يعزف، فعلا حلو كتير إبراهيم.